تخيل معي أنه عندك هذا الورك بوك اسمه ليست. في هذا الورك بوك هناك ورك شيت الأول اسمه employees underscore data. فيه جدول فيه أربعة أعمدة. العمود الأول هو ID وبعد أسامي الناس، وبعده الديبارتمنت أين يشتغلون، وبعده هل هم supervisor yes or no. الورك شيت الثاني اسمه employees underscore salary، يحتوي على نفس الIDs الذين رأيتموهم هنا، ولكن العمود اسمه هنا imp underscore id، وهنا تجدون الدخل الشهري لكل ID منهم. ماذا أريد أن أفعل أنا في النهاية؟ ما هو هدفي؟ هدفي هو أن أجلب الدخل الشهري إلى هذا الجدول، يعني الدخل الشهري متاع الID هذا متاع منتصر مثلا اللي يشتغل في الماركتينج نجيبه أنا من الجدول هذا أخطر هما نفس الIDs. يعني باش نعمل حاجة تشبه للVlookup اللي تعرفوها أنتم في إكسل. والحاجة الثانية اللي باش نعملها نحب زاد نوريكم كيفاش بايثون تعوضوا زاد البيفت تيبل، وباش نوريها لكم في مثالين. المثال الأول باش نجي مثلا نجمع الدخل الشهرية الكل حسب الديبارتمنت، معناتها نجي يعني مثلا نشوف الماركتينج قداش الكل مع بعض في المجموع يخلصوا. ومن بعد المثال الثاني باش نعمل باش نجي باش نشوف معدل الدخل لما تكون سوبرفايزر ومعدل الدخل لما ما تكونش. خلينا نمشي والبانداس ونوريكم الكلام هذا كيفاش باش نطبقوه. اول حاجه لازم نعملوها لازم نجيب المكتبه اللي تعاوني على المواضيع هذه. المكتبه هذه كالعاده هي بانداس، يعني ديما نستعملها كي نجي باش نعمل حاجه بالاكسل. نجيش نعمل يعني بما انه عندي في الورك بوك زوز ورك شيتس سجلهم الزوز كل واحده فيهم في داتا فريم. نجي نقول له PD مش ريد CSV خذراني اكسل ونحل قواس ونقول له راني اسمه ليست بونكت اكسل اسكس ب بعد بارامتر شيت نيم نحط فيه employees underscore data ملول. وبعد الموضوع ذا حشتي به مرة أخرى ونجي نقول له employees ثاني كان اسمه salary وهذه قولوا دي اف 2. خلينا نشوفوا اسامي الاعمده في كل واحده فيهم بدك شيء ناخذوهم ونحتاجوهم ومن زاد باش نشوفوا اذا كل شيء تعدى منظم. دي اف 2 نقطه كومس نسجل نحل التيرمينال ونقول له بربي بايثون 3 اسم الدوسي متاعي اسم الفايل متاعي salary underscore analyze نقطة py. قال لي هذوما هاني اسامي الأعمدة. العمود هذا مش كان بدلوه كيف كيف باش كي نعملو بعد الميرج يكون سهل. على فكرة الميرج اللي هي كيما الـ VLOOKUP بين جي نش نعمل تو نجي نقولو هكا. هذه هي في الـ DF2 معناتها نجي نقولو DF2 rename بعد نحل قواس بعد نقول له الكولومز بعد نعمل كيرلي براكتس بعد نقول له شنو نحب نبدل. هذه نجي لهنا نحطها بعد نعمل زوز نقاط ونقول له نحب نبدلها باي دي. بعد نجي نقول له راك ديما خذها بالامبليس هكاك باهي. دونك نجي بعد شنو نقول دي اف 3 ديف 3 شنية تساوي PD merge. بشنو باش نعمل merge؟ أول حاجة DF الواحد بعد DF 2 بعد وين في ال ID بعد كيفاش how left بلفت علاش خاطرني يعني باش نهز داتا من DF 2 نحطها في DF 1 بقى في الديف 2 اما نعزمني نزيد حاجة بالطبيعة. نجي نعمل سكوير براكتس مرتين خاطر باش تكون ليستة نحط شنو يزمو يجيب اللي هي السالاري وبعد مع شنو يزمو يقارن بالطبيعة الاي دي. نسجل سمحوني لهنا فاصل بالطبيعة خاطر ليستة هذه المرج. خلينا نشوف احنا الديف 3 شنو طلعنا. الديف 3
نسجل نعمل رن اتفضل. هاني الديف الأولانية جوست زاد عليها الشهاري من الديف اثنين. باهي احنا توا اش قلنا؟ قلنا نحبو نشوفو مجموع الشهاري في كل ديبارتمنت. سكروا الساعة هذا للموضوع هذا باش نعمل دي اف اندرسكور اربعة جديدة. باهي شنو تساوي دي؟ تساوي الساعة قلنا دي اف ثلاثة خاطر يلزمني الساعة نشوف الداتا فريم اللي فيها الديبارتمنت واللي فيها الشهاري معناتها المداخيل الشهرية في نفس الوقت ما هي اللي هي دي اف ثلاثة. باهي دي اف ثلاثة شنو نقولو؟ نقولو بعد جروب باي جروب باي وين في كل ديبارتمنت معناتها ديبارتمنت. باهي اي شنو نحب اني نعمل؟ نحب نعمل السام معناتها المجموع. اين يجب ان اعمله؟ تعمل سكوير براكت ثم تقولو سالاري اسم العمود. باهي وفي اخر في الاخر يزمك تقولو تو فريم بالطبيعة خاطر هو يزمو يحولها لداتا فريم. باهي نجي خلينا نشوفو احنا الدي اف شنو طلعت اربعة قصدي. نجي نحطها ما بين قوس بالطبيعة ونعمل غادي برنت. نحلو الترمينال نعمل هكا اتفضل. هنا كل ديبارتمنت وهنا مجموع الشهري في كل ديبارتمنت ما على حدة. باه توا اش قلت تاني نحب نعمل؟ نحب نعمل معدل الشهرية للدخل في كي تبدا معناتها سوبرفايزر والا كي ما تبداش. معناتها نعمل دي اف خمسة تساوي وين باش نعملها مرة أخرى في دي اف ثلاثة. بعد نقوله جروب باي المرة هذه في سوبرفايزر غادي باش نعمل الجروب باي أو باش ينشأ عندي زوز جروبات جروب عندهم في سوبرفايزر يس وجروب عندهم في سوبرفايزر نو. باهي شنو نعمل من بعد؟ حاجتي بيك باش تعمل المين وين كالعادة في السالري قادرين نحب معدل قلت لكم الشهرية دخل بعد تو فريم كالعادة. كما نشي من الموضوع هذا خلينا احنا نشوف برنت ديف خمسة باه كما تشوفوا هذا معدل. باه فما برشا اعداد هذه بعد الفاصل خلينا نقص شوية round ب انا اتنحاو اني خاطر قلت له نحي جمله نجم راه نقول له زاد خلي لي كان زوز عداد بعد الفاصل كي نجي نعمل زوز هكا خير. ب توا بالطبيعة الزوز دي اف هذوما ماذا بيه كان نهزهم الاكسل فايل الجديد والاكسل فايل الجديد نحبو زادا حتى هو فيه زوز وركشيتس. باخا نجي كيفاش نعملوه ويز نقطة بي دي نقطة اكسل رايتر باش ياخد علينا الاكسل رايتر نسميوه اوتبوت نقطة اكسل اس اكس از رايتر. ومن بعد نجي شنو نقولو؟ نقولو دي اف اندرسكور اربعة تو اكسل. باهي تاخذ علينا الرايتر تاخذش علينا مكان الرايتر تاخذ علينا زادا شيت نيم نسميوه احنا مثلا سم اندرسكور سالاري اندرسكور ديبارت مثلا يعني. الثاني نقولو دي اف اندرسكور خمسة نقطة بتبيع زادة 2XL حبو نبعثوه لنفس الورك بوب نجي نقولو زادة كيف كيف غادي رايتر بعد نعطيه الشيت نيم الثاني اللي اني نحب نحطو اللي هو في الحالة نتاعي مثلا نحب نسميه مين اندرسكور سالاري اندرسكور سوبر مثلا يعني ومن بعد نجي نسجل مع المحل فنوريكم السائل اللي هو باش سيقع انشاء ورك بوك جديد هناك. جيت اعمل هكا
وانا كما تشوفوا لو تبو تظهر نجي يعني توا نمشي نحلو نلقى ورك بوك في زوز ورك شيتات كما اني سميتهم، وهنا فيهم المعطيات اللي اني حشتي بهم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.